حدثنا محمد اخبرنا عبد الاعلى بن عبد الاعلى عن معمر عن يحيى بن ابي كثير عن عكرمه عن ابي هريره رضي الله عنه ان نبي الله صلى الله عليه وسلم راى رجلا يسوق بدنه قال اركبها قال انها بدنه قال اركبها قال فلقد رايته راكبها يساير النبي صلى الله عليه وسلم والنعل في عنقها تابعه محمد بن بشار حدثنا عثمان بن عمر اخبرنا علي بن المبارك عن يحيى عن عكرمه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم